السلام عليكم، نتمنى تكون على خير وبخير. اول حاجه كنبغي نشكر بزاف لي فام لي توافقوا معايا وتقيدوا باش يستافدوا من الربح مع شكرا. اليوم ان شاء الله غنشرح لكم طريقه الربح ديال لامونيتريس، اي رئيسه الفريق. لامونيتريس هي المرحله الثانيه في سلم النجاح مع شكرا. باش تكوني مونيتريس خاص يكون عندك في الفريق ديالك او مينيموم 5 ديال لي كونسيير. للاشاره بالنسبه لهاد لي كونسيير راه ديجا درت طريقه الربح ديالهم في لا فيديو اللي قبل. اللي ما شافش لا فيديو هذه هي الفرصه يمشي يشوفها. بالنسبه لي كونسيير اللي عندك في لو جروب ديالك فهما خاصهم يكونوا ناشطات، يعني خاص كل وحده فيهم تكون مكمله مجموع ديال المبيعات ديال 6000 درهم من نهار تقيدات. خاصكم تعرفوا ان كل سيده تقيدات مع لا مونيتريس فلا مونيتريس كتاخد عليها ان كادو اللي كتكون القيمه ديالو كبيره. زائد على ذلك فلا مونيتريس عندها اون كوميسيون مرتبطه مع الجروب ديالها، يعني مع لي كونسيير. سافودير من حد لو جروب ديالك كيدير ان شيفر دافير اللي ما كيقلش على 25000 درهم، فهنا تقدري تربحي ما بين 3% حتى 6% من لو شيفر دافير بيان سور اللي دار لو جروب ديالك. وزائد على ذلك فلا مونيتريس عندها ربح ثاني اللي كيكون كل 3 شهور، وهذا الربح كيكون مهم جدا. هنا غنكون شرحت لكم على الارباح ديال لا مونيتريس. غير الاشاره فلا مونيتريس حتى هي كتقدر تبيع وحتى هي كتستافد من 20% ديال التخفيض. زائد على ذلك لي كادو، هنا غنكون شرحت لكم الارباح ديال لا مونيتريس. المره الجايه ان شاء الله غنشرح لكم لا تيم ليدر. وباش نساليو الحلقه ديالنا اش بان لكم شنو نعملو اون غوسيت فاسيل؟ ويلا معايا. ودابا جينا لا كويزين باش نصوبو لا غوسيت ديالنا ديال لا موس او شوكولا. اول حاجه غناخدو هاد البيشي ميكرو كوك ديالنا، غنديرو فيه 200 غرام ديال شوكولا نوار، غنضيفو عليه 40 غرام ديال الزبده. اي سي بون، وندخلوه للميكرووند مده ديال 3 دقائق. ونجيب لو كيت كويزين ونجيب سبيدي شيف ديالي هانسا. اول حاجه ناخذ البيض نخلقو لو كيت كويزين هانسا، هاو تفرق كيسهل علينا نفرقو الصفر على البيض. نديرو بيض البيض ديالنا هنايا ونعاودو البيضه الثانيه، وحنا هكا كنكملو 4 البيضات ديالنا. هنا من بعد ما درنا بيض البيض ديال 4 البيضات سي بون، نسدو هذا بيدي شاف ديالنا ونحاولو نطلعو البيض ديالنا مزيان. دابا بيض البيض ديالنا ها هو طلع، ميم با دقيقه ها هو ولا عندنا بيض البيض. دونك دابا نحاولو نضيفو 15 غرام ديال السكر كلاصي، هيا نعاودو نحركو شويه ها بيض البيض ديالنا واش صافي. دابا ليطاب الثانيه غنحاولو نجيبو الشوكولا ديالنا نوار وغنضيفوها على صفار البيض. سي بون دابا ها هي الشوكولا ديالي وجدات من با 3 دقائق. دونك غناخد سبيدي شيف هانسا، غنضيف الشوكولا هنايا نضيف الشوكولا. من فوا كنضيفو الشوكولا ديالنا كنبداو نضيفو بيضة بيضة، يعني صفرة بيضة بصفرة بيضة. هنا
كنطرب هونطا سي بون. ها هو دابا دار لينا فطربنا 4 صفار البيضات مع الشوكولا. غنبداو نضيفو شويه بشويه بيض البيض كونس. سي بون دابا ها هي لاموس الشوكولا ديالنا واجده. شتيها كي كتجي؟ غندخلوها دابا 3 السوايع في الثلاجه ديالنا وديك الساعات نقدموها بالصحه والراحه. ومن بعد 3 السوايع ديال الثلاجه ها هي لاموس الشوكولا ديالنا كتجي بحال هكا على بالصحه والراحه. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتابوناو في لاشين ديالي وبارطاجيو. وكيف ما كنقول لكم ديما السر هو العزيمه. يلا باي باي عليكم.